اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في اولى حلقات برنامجي احلى كلام مع منى العمده. برنامجنا اجتماعي، اجتماعي يعني منكم وليكم، هيقدم لكم كل حاجه تخص مجتمعنا من افكار جديده، هنسلط الضوء على انجازات البلد، على النماذج المشرفه للبلد، وهنسلط الضوء ايضا على السلبيات عشان نحاول نلاقي لها حلول مع اي مسؤول. هنكون عندنا فقره خاصة بالمرأة، هنتكلم في أي حاجة تخص المرأة، العنف ضد المرأة، المرأة عملت إيه في المجتمع، المرأة مطلوب منها إيه في المجتمع تجاه أولادها، تجاه زوجها، تجاه المجتمع. هيكون فقرة صحتك تهمنا، ودي الفقرة الثالثة. صحتك تهمنا، مش شرط إن أنا أطلع مع دكتور بشري ويتكلم على اي مرض عضوي، ممكن اتكلم معاكو على حاجه تخص النفسيه، تنميه بشريه، اي حاجه تمس صحتنا هناقشها معاكو في فقره صحتك تهمنا. خليني النهارده اقول لكم الفورمات بتاع الحلقه النهارده هيكون ازاي. هنتكلم النهارده في حلقتنا عن اهميه دور المراه السياسي والمجتمعي مع ضيوفنا الدكتوره سوزان المنسي، هي أستاذ العلوم الاجتماعية والسياسية ونائب رئيس اتحاد شباب العمال السابق وأستاذ بالأكاديمية الأمريكية للدراسات المتخصصة. وبعد كده هنروح الأسكندرية مع لقائي مع دكتورة صفاء الشريف، وهي وكيل وزارة الشباب والرياضة، عشان نعرف أكتر عن آخر تطورات في وزارة الشباب والرياضة. الفقرة الثالثة هتكون مع دكتورة منور، وهي دكتورة التغذية، هتكلمنا النهاردة عن مرضى السكر، ياكل إيه وإمتى من غير ما يتضر. في اكلات ممكن تجيب له مش هبوط، تدمر له يومه، وفي اكلات في وقت صح تخليه ما يعانيش من اي مشاكل مرضيه. ودلوقتي نقدر نطلع نستقبل ضيفتنا ونرجع تاني، استنونا. ورجعنا لكم تاني ومعايا ضيفتي اللي منوراني في الاستوديو، وهي دكتوره سوزان استاذ العلوم الاجتماعي والسياسي. في البدايه عايزه اقول لحضراتكم ان احنا هنتكلم عن دور المراه المجتمعي السياسي الاسري، ممكن نتكلم في اكتر من نقطه تخص المراه، مش نقطه واحده ولا موضوع واحد. هي احتلت قد ايه في مجلس النواب؟ هي بتقابل ايه في الاسره من عنف ضد الاسره؟ ممكن نتكلم كمان هي دورها كأم بيأثر عليها في شغلها ولا ده يعني ممكن تعمل توازن او بالانس بين الاثنين. خلوني ارحب بالدكتور سوزان. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. دكتور سوزان، احنا في الفترة الأخيرة وخصوصا كمان في 2017 كان عام المرأة، تمام، وكان احتفالية بان هي احتلت 8 وزارات، وبيتهيألي اثبتنا نفسنا بجدارة ان احنا نقدر نعمل أسرة فيها مبادئ وفيها أطفال مشرفة وفيها نماذج مشرفة، وإن هي تقدر تحتل كمان مناصب إن هي لا تقل أي حاجة عن الرجل. اسمحي الأول أرحب بقناة المحور وأرحب بحضرتك وفريق الإعداد وأشكركم على الاستضافة. الحقيقة إحنا بصدد موضوع مهم جدا، وهو موضوع المرأة، والمرأة اتجاهاتها رايحة فين وطموحها رايحة فين، وهل بعد ما حصلت على النسبة الكبيرة سواء في البرلمان أو حقيبة الوزارة، يعني في 2014 حصلت المرأة على 8 وزارات، هل بعد كده ده يجعل المرأة في مكانة اجتماعية وسياسية واقتصادية كويسة، ولا إحنا لسه في طموح آخر؟ طبعا في البداية إن المرأة كونها إن هي توصل 8 وزارات ده يرجع لعدة أسباب. أول حاجة إن المرأة ثبتت جدارتها في كافة المجالات، وهي كفء، وفي نفس الوقت الدولة المصرية تقع تحت سيادة ورئاسة مستنيرة، لأن مش كل الرئاسة اللي ممكن تسمح أن يكون فيه 8 حقائب للمرأة وخاصة الوزارات. فضلا عن أن دور المرأة في الفترة الأخيرة كان بارز، وحصلت على قد إيه ثبتت وجودها وثبتت ثقتها بالنفس من خلال تمكينها السياسي والاجتماعي. في الوقت اللي حصل من 2014 ابتدت
كل فترة بتزيد ثقة الرئاسة وثقة المرأة بنفسها وحصولها على مكانتها، لدرجة ان البرلمان الجاي هيكون المرأة هتمثل 25% و25% من مقعد البرلمان. ده مش يعني نسبة طبعا قليلة طبعا، وده لو هيدل ان المرأة اثبتت جدارتها بشكل كبير. تمام. وكمان كسبت فعلا ثقة من الرئاسة، فكل سنة بتهيألي رئيسنا على امتيازات، بيدينا امتيازات اكتر. بيقول لنا انا معاكم، انا بدفع المرأة والشباب. يمكن لان بتهيألي المرأة والشباب هم يعني اهم عنصرين. تمام. هم دول اللي هيطلعوا البلد لقدام. فانا فعلا فخورة بأي طبعاً مرأة طبعا. ونسبة ال 25% دي تقريبا 150 مقعد هتحصل عليهم المرأة، وده اثبات لجدارتها فعلا وان هي قد المسؤولية وعندها مسؤولية اجتماعية. طيب ما دام هي قد المسؤوليه وقد اي بوزيشن بتحتله، انا ضد العنف ضد المراه. ليه بقى؟ على فكره العنف ضد المراه مش مجرد نوع ان رجل بيمسك اي مراه يضربها بعنف يبقى ده العنف ضد المراه، لا. العنف انواع، في عنف جسدي، في عنف اسري، في عنف سياسي، في عنف اقتصادي، في عنف مجتمعي. يعني ممكن العنف الأسري يقولك أنا ما بورث البنات، وده لحد دلوقتي موجود في أماكن معينة في الصعيد وأماكن معينة في الريف. وفي عنف جنسي، مش شرط أن العنف الجنسي يبقى اغتصاب بس، لا، هو ممكن يبقى اغتصاب أو أن هو يعنفها أو يؤذيها في الشارع بكلمة تخدش حقها. فأنا ضد العنف ضد المرأة، واتمنى يتشرع قانون، لان طبعا دكتور سوزان احنا لغايه دلوقتي ما فيش تشريع قانون مواجهه العنف ضد المراه، دي كارثه. الحقيقه انا بحييكي على الجزئيه اللي حضرتك قلتيها وتصنيفك للعنف، لان بيبدو في الظاهر لما نيجي نتكلم عن العنف ضد المراه في ندوات كتيره كنت يعني بشارك فيها، واجي اتكلم عن العنف يقول عنف ايه ده، وصلت هي اللي بدات لا، وست هي بدات هو تعلي صوتها في البيت وهي بقت معاها شغلها وفلوسها فبدات انها تعنف الراجل، ده مش حقيقي. تمام. العنف مش ان الراجل يعني يسطو عليها. فانا هاخد من حضرتك ان جزئيه ان تصنيف العنف يعني العنف المادي، فرغم ان المراه وصلت لمكانه اجتماعيه ونجحت في كل المجالات وجمعت ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلا إن لسه موجود في الأسرة بعض الأفكار المشينة إن المرأة مهمشة في رأيها. طبعا العنف المادي زي ما حضرتك قلتي اللي هو الورث، عدم توريث البنات خاصة لما يكون في عقارات أو أراضي زراعية. العنف المعنوي إن ملهاش سلطة إن هي تاخد قرار مع الرجل، ودي خاصه بنلاقيها عند الرجال اللي هم ايه من اصل ريفي، يقول لا صعب ان المراه هي صوتها يعلى، صعب المراه تشارك في الراي، ويعاب عليه لو سمع بايه بمشوره زوجته. صح. حتى لو كانت صحيحه. صح. فاحنا بنواجه عادات وتقاليد، بنواجه سلوكيات، ودي عشان نمحوها، لان الدوله مش هتقدر تشرع تقول للراجل انت لازم تعامل مراتك باحترام، او مش هتقدر تشرع تقول له لازم تاخد ايه يكون في الحياه المشاركه وحياه الشورى بينكم وبعض. بس احنا الدوله الوحيده اللي ما فيهاش تشريع قانون للحد من العنف ضد المراه، في السعوديه، في الامارات، في الاردن، في كل حته. احنا هنا بنحل المشكله بقوانين تانية زي قوانين الاحوال الشخصيه، قانون العقوبات، لكن ان يكون في تشريع قانون للمواجهه كده للعنف ضد المراه مفيش. بس انا احنا نفسي يعني حتى لو نشرع قانون مفيش، احنا ممكن نستبدل ده بالتوعيه، توعيه من خلال المؤسسات الدينيه، توعيه تربويه، ندوات تشيد بدور المراه واهميه المشاركه بينها وبين الرجل عشان نقضي على انواع التمييز ده. حصل مثلا وعملنا تشريع فعلا قانون والناس بدات تحاكم، ده هيخلينا العادات والتقاليد في الريف في الصعيد تتغير؟ لا صعب، صعب لانها مش بتتغير. اصل انا بغير ايه؟ سلوكيات، ده عايزه برنامج، عايزه برنامج تدريبي تعليمي ان انا اوعيهم
عشان كده بقول لحضرتك المؤسسات، لازم المؤسسات الدينية ومؤسسات التربوية وأي زوجين يكونوا بيقبلوا على الزواج لازم أعمل لهم جلسة بينهم بعض، أو يبتدوا ياخدوا بعض البرامج التوعية. يمكن وزارة التضامن ابتدت تعمل حاجة زي كده للتوعية علشان ما يحصلش خلافات وتزيد معدلات الطلاق ويحصل العنف والتهميش للمرأة. فده احنا محتاجين فعلا المبادرات دي من خلال وزارة التضامن، خلال المؤسسات الدينية والتربوية، نوعيهم ازاي تقدر يكون في مشاركة مجتمعية ويكون في مسؤولية بين الزوج والزوجة وبين الرجل، لان دول خاصة المشكلة ان عندنا في الارياف نسبة الاسرة الممتدة في الارياف كتيرة، فبالتالي في تهميش جامد، خاصة التهميش المعنوي. ممكن يكونوا 5 اولاد وبنت ويكونوا جايين عليها بطريقة مش، على فكرة مش طريقة هقولك ان انت كده بتكسر قوانين، انت بتخالف الشريعة الاسلامية زي ما ذكر في القرآن. يعني انت بتورث ضعف البنت، ليه ما بتورثهاش؟ ده شرع ربنا بيحلل ده. يا ريت لو في حد بيسمعنا من الريف من الصعيد، بلاش العادات والتقاليد تقتل اي حاجة دينية واي حاجة اخلاقية جوانا. خليك عندك مرونة، خليك عندك دينية، مش هقولك اي قوانين، مش هقولك تشريع قانون يا سيدي. ممكن يكون عندك روح دين تخليك تعاملها بما يرضي الله، مش هنقول اكتر من كده. خلينا بقى ننتقل لنقطة تانية، وطبعا عارفين ان المحليات من وقت بعيد كانت بتواجه قصور. انا عندي امل ان المرأة تدخل تعمل اداء افضل، ومش هقولك تطلع المحليات، تثبت جدارتها في المحليات. هو الحقيقة في المجالس المحلية اللي احنا بصدد اننا ننتظرها، نتمنى طبعا المرأة يكون لها دور فعال فيها، وده يلتزم ان يكون في شعور بالمسؤولية الاجتماعية. المرأة يكون لديها القدرة على اتخاذ القرار المناسب عشان نقدر نغير، لان انا بعمل تغيير في اتجاهات، تغيير في بعض المخالفات، انا عايزة ابتدي احول النواحي السلبية نواحي ايجابية. ده يلتزم منها مشاركة مجتمعية، يلتزم من المرأة يكون لديها مهارة في صنع واتخاذ القرار. فعشان كده احنا أملنا كبير جدا في المرأة في وجودها في المحليات اننا نقضي على كثير من السلبيات. بعد انتشار نماذج كتير من السيدات الناجحة في كافة المجالات، انا عايزة حضرتك توجهي رسالة للسيدات اللي ما عندهمش لسه هدف ولا طموح. مش هقول ست بيت، هقول معاها شهادة، معاها ثقافة، معاها تعليم، معاها إمكانيات، معاها موهبة، بس لسه مش بتتكسف، لا لسه مش عارفة تنزل وتخوض المعركة إنها تثبت نفسها. عايز حضرتك توجه لها رسالة. الحقيقة أنا الرسالة هوجهها لها، أقول لها إن الدولة معاكي والتشريع معاكي والقوانين معاكي، والفترة اللي فاتت ثبتت المرأة جهود عظيمة ومكللة، والدولة أدركت ذلك وأدركت أن يد المرأة بيد الرجل لدفع عجلة التنمية والبناء والإصلاح. فيجب أنك يكون لك دور إيجابي ويكون لديك مشاركة مجتمعية، يكون لك دور، لأن أنت لو ما كانش دور في المجتمع بتاعك مش هيبقى لك دور في الأسرة. لازم تخرجي ويكون لك مهام تقومي بيها لمشاركة في تنمية المجتمع بتاعنا. صح، وتأكدي مادام أنت أم ناجحة وعاملة مؤسسة بس على صغير، تمام، ناجحة، لما هتنزلي على مؤسسة أكبر هتكوني ناجحة. دي حقيقة. الشخصية الناجحة على فكرة في أي مجال، في أي مجال، لما بتنتقل مجال تاني خالص، مش هقولك إن أسرة وتنزلتي تشتغلي، لا، لو أنت في مجال ودخلتي مجال تاني بس أنت أصلا ست ناجحة هتثبتي، صدقيني هتثبتي مش نجاحك وتفوقك، لا، هتثبتي إن أنت لا تقلي اي حاجه عن الرجل. في وظائف كتير كانت المراه ما بتعرفش تتمكن منها، ولما كانت بتتعين كانت بتاخد مرتب اقل من الرجل حتى لو كانت بتعمل مجهود اكتر منه، ضعف الرجل. دلوقتي لا، دلوقتي بتحتلي وزيره، سفيره، اي تايتل انت بتحلمي بيه. كنا زمان قوي 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 لما مثلا طفله تقول لك انا نفسي ابقى وزيره فممكن نبص لها ونسكت. دلوقتي لو بتحلمي تكوني وزيرة، سيدة أعمال، دكتورة ناجحة، مهندسة، في وسط
مهندسين رجال هتكوني ناجحة بتهيألي ليها علاقة بالشخصية. لو في بنية أساسية صح هتكوني شخصية قوية وتقدري تنجحي في حياتك المهنية والعلمية والأسرية. بشكرك يا دكتورة سوزان جدا، نورتيني واتكلمنا عن دور المرأة في الأسرة، واتكلمنا عن دور المرأة في المجتمع وفي السياسة، ودي كانت حلقة تعارف. شكرا جدا، ميرسي. خلينا دلوقتي نروح للإسكندرية مع دكتورة صفاء الشريف وهي وكيل وزارة الشباب والرياضة عشان نعرف أهم تطويرات الوزارة. كلنا تابعنا تطورات الرياضة في الآونة الأخيرة، خصوصا فوزنا بكأس العالم لمنتخب الناشئين بكرة اليد، وتربع مصر على عرش ميداليات الأولمبية الإفريقية. عشان كده احنا هنا النهاردة في وزارة الشباب والرياضة بالأسكندرية. ده لو هيدل ان في جهد مبذول من الدولة بشكل عام ومن وزارة الشباب والرياضة بشكل خاص. عشان كده احنا مع دكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بإسكندرية. زي حضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا فندم. طبعا يا دكتور احنا عارفين ان الرياضه بقت اسلوب حياه. طبعا. وكلنا نتمنى ان الرياضه تبقى اسلوب حياتنا. عايزين حضرتك تكلمينا على المبادره والمشروع اللي اطلقه رئيسنا عبد الفتاح السيسي عن الدراجات وعن المهرجان اللي هيتعمل عند حضرتك هنا في اسكندريه، كلمينا عليه باستفاضه. حقيقي الدولة بقيادة سياسية بتنتقي وبدور على القيادات المحبة للوطن، وده إذا يدل على أن احنا بنبني مصر الجديدة وأن القيادة السياسية حريصة على بناء مصر الجديدة. هذه القيادات بتختار قيادات أخرى معاونة لها، قيادات يكون عندها محبة للوطن، قيادات يكون عندها إخلاص، قيادات يكون عندها فكر وإبداع. وزارة الشباب والرياضة هي مهتمة بالرياضة بالشباب في كل مجالاته. يمكن حقيقة احنا يعني عندنا وزير الشباب والرياضة وهو الوزير النشط، فكر متفتح، وزير شاب كما يطلق عليه جميع مديريات الجمهورية، الدكتور الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللي ادى فرصة ودفعة جديدة لمديريات الشباب على مستوى الجمهورية ان يكون عندها فكر مبدع، عندها بعيدة عن البيروقراطية، بعيدة عن مركزية القرار، ادالها فرصة ان كل مديرية من المديريات تبدع وتعمل شغل جديد، الشغل ده يصب في مصلحة المواطن المصري. فاحنا وزارة معنية ب 60% من المواطنين على مستوى الجمهورية، فاحنا بنتعامل مع الطلائع، بنتعامل مع الشباب، بنتعامل مع المرأة، بنتعامل مع الفتاة، بنتعامل مع كبار السن، بنتعامل كمان مع أولادنا وإخواتنا من ذوي القدرات وذوي الهمم. فإحنا وزارة بتتعامل مع أغلب المواطنين، وده تميز لوزارتنا وبيدي عليها عبء أكتر ويبقى عيب جديد ان احنا بنتعامل مع الناس كلها. احنا مش معنيين بالرياضه فقط لليل، احنا معنيين ببناء الانسان في كل جوانبه. احنا بنتعامل مع الفرد بطموحاته، باحلامه، بانشطته، بقدرته على الابداع، بافكاره، ازاي اغير الفكر الهدام لفكر في صالح الدوله، ازاي ان انا اغير من طريقته وطريقه كلامه وطريقه وان انا اوديه ادخله للطريق الصحيح. فاحنا وزاره بعتبر نفسنا ان احنا من اهم الوزارات اللي معنيه بقطاع المواطن المصري. طبعا هو الوزاره تطلق يوم للاسره، ده بيمتهيالي مردودها بيبقى فيه ترابط اسري. فعلا يمكن احنا اطلقنا يوم الاسره المصريه وكنا مميزين كاسكندريه ان ده من ضمن الافكار اللي هي المبادرات التي اطلقها احدى مجموعه من الزملاء داخل المديريه، وكانوا ببساطه بيقولوا احنا كلنا نفسنا نمارس رياضه الا ان الوقت مش ما عندناش وقت، ما عندناش فرصه، عايزين نترابط كلنا كاسره مصريه ان احنا نمشي، مش كلنا مشاركين في اماكن. كمان اليوم ده بيكون بالمجان، يعني بالمجان ليهم. فتحنا كل يوم جمعه في مراكز الشباب، احنا عندنا 49 مركز شباب في اسكندريه، فتحنا كل يوم جمعه من 10 ل 11 صباحا ومن
6 ل 7 مساء موجود مدرب متخصص ومدربة متخصصة، بتنزل الأسرة المصرية سواء كانت عضوة أو غير عضوة من أي حتة من أي مكان حوالين المركز، بيدخل يمارس الرياضة كل على حسب قدراته. يعني في لياقة بدنية، في كرة قدم، في سلة، في حاجة أنشطة مختلفة بتفرغ عن الإنسان طاقته، وكمان بتساعده على ممارسة الرياضة وبتخليه مواطن صالح. احنا بنقول الجسم سليم في العقل السليم. وبتهيألي انتوا كشعب سكندري عندكوا عادة ان تجروا على البحر، تعملوا رياضة مميزين صباحاً. شوية مميزين شوية زيادة، المناخ بيساعدهم على كده. احنا فعلا مميزين ان احنا دايما حضرتك كل يوم جمعة على البحر تبص تلاقي ايه، الناس ماشية بتمشي على البحر، بتمشي بتركب عجل بتجري، فاحنا تلاقيها مجموعات كتير. ويمكن احنا كمديرية الشباب والرياضة يمكن عملنا اكتر من ماراثون واكتر من مهرجان داخل اسكندرية على شاطئ البحر، من ستانلي للمكتبة، من جليم، من اماكن مختلفة. يمكن بعد ما اطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادره عجله اللي هي اللي ناشد بيها طلبه الجامعات انها تبتدي هي تمارس نشاط الدراجات، احنا برعايه الدكتور اشرف صبحي وبتوجيهاته اطلقنا مبادره دي، هتبقى يوم جمعه 6/9، رياضتك صحتك في دراجتك، بحيث ان كل المواطنين احنا بنركب عجل عادي، والولاد بتركب عجل والشباب بتركب عجل، طب ليه ما نعملش مهرجان متكامل؟ مهرجان متكامل بحيث الناس تمارس فيه النشاط، الاسره المصريه كمان هي هتشارك فيه، يعني احنا دعينا الاسره المصريه جميع الاعمار الشباب الطلايع كبار السن اللي موجودين اللي قادرين يمارسوا دراجه العجل، وبندعو الناس من خلال البرنامج بتاع حضرتك ان هو يشاركوا ويشاركوا معانا ويأيدوا اسمهم على موقع المدرية ويكونوا موجودين معانا. وانا مكان هنا مع حضرتك انا بشارك، وانا وفريق عملي هنيجي ونصور ونشارك معاكم ونركب عجل معاكم. حاجة رائعة جدا. حاجة احنا زمايلنا كمان في المدرية يمكن وناس من مراكز الشباب قالوا احنا لو احنا نفسنا نركب عجل، وهم ناس كبار شوية في السن، فقالوا نفسنا نركب عجل، فقلنا لهم الدراجة نفسها ممكن تبقى بعجلتين وممكن تبقى بثلاث عجلات، يعني ممكن مفيش تبقى مشكلة، مجهزة للي مش بيعرف يسوق اصلا عجل. يعني المدرية الوزارة متمثلة في المدرية هتأجر مجموعة من العجل، وفي الناس اللي معاها العجل بتاعها يبتدي يشارك معانا، وان شاء الله يبقى يوم متكامل ويبقى يوم كويس. في النهاية هنختم بمهرجان لكرة السرعة. كرة السرعة دي لعبة خفيفة جدا، واحنا عايزين الناس كلها تمارس الرياضة في كل انواعها. كرة السرعة دي جهاز بيتحط، وكان احنا زمان كنا بنتفرج عليه على الشواطئ وبيبتدوا يلعبوها الشباب، وكانت منتشرة بين الشباب، هنبتدي كمان نعملها في نهاية النقطة الأخيرة للمهرجان، بحيث ان كل الناس تشارك، يبقى كله ركب دراجة، كله في النهاية شارك في كرة السرعة. مهرجان يوم حب، يوم من الترابط ما بين الأسر كاملة داخل الاسكندرية. بنتمنى مشاركة الجميع ودعوة للجميع ان هو يشارك، وان شاء الله هنسعد بوجودكم معانا وتغطيتكم ومشاركتكم معانا. طيب عايزين حضرتك تكلمينا برضو عن انجازات المبادرات والمؤتمرات اللي بتحصل، والشباب هتستفاد منها ايه؟ لان دايما بيتسألوا على المواقع الالكترونية احنا هنستفاد ايه من المؤتمر ده؟ نقول له شهادة خبرة، يقول لك طيب وايه كمان؟ يعني انا هتوفروا لي ايه؟ يستفادوا ازاي؟ يمكن احنا كمديرية حضرتك بعد ما زي ما قلت حضرتك ايه، بعد ما الوزارة ادت الفكرة للمديريات انها تتحرك، اطرقنا شعار الارادة، التحدي، الطموح. السنة دي زودنا الابداع، وكنا مصرين على الكلام ده بحيث ان كل الشباب بتقدم لنا مبادرات، زمايلنا في المديرية وهم شريكين في صنع القرار بيقدموا لنا مبادرات، ونفذنا العديد من المبادرات خلال حوالي سنة، اكتر من 40 مبادرة باشكال مختلفة، وسواء ثقافية او اجتماعية او رياضية او ثقافية او صحية. بمعنى حضرتك ان احنا ولادنا ذوي الهمم عملنا لهم مهرجان متكامل لمده 3 ايام يفرغ فيه كافه الانشطه، يطلع عملناها زي نظام المحطات، يطلع من الرسم، يطلع يدخل يمارس الرياضه، يطلع من الرياضه يطلع على
مسابقه ثقافيه خفيفه، يبقى بيلف على كل المحطات. طب هو استفاد ايه؟ ده نوع من انواع المهرجانات اللي موجوده عندنا، او نوع من انواع المبادرات. استفاد ايه؟ استفاد غير من ثقافته، نفس عن قدراته، طلع الطاقه السلبيه بتاعته، غير كمان من افكاره. احنا كمان بندخل في الناحيه الثقافيه واللقاءات الثقافيه المتنوعه، فبيتدي افكار، بتجيبي ناس من اللي هم الشخصيات العامه اللي عندها الفكر المعتدل، بيبتدوا بنتكلموا في كل نواحي الحياه، سواء في الجزء السياسي لازم بيعرفوهم ايه هي الدوله، ايه هي علاقاتنا بالدول الخارجيه، ايه المشاكل اللي بتواجه مصر، ايه اللي بيواجهوا مع الدول الخارجيه. فانت حضرتك بتعرفيه الوطن بما فيه بطريقة صحيحة وسليمة. كمان بنشارك مع الأزهر ومع الأوقاف في الأفكار، تغيير الخطاب الديني والأفكار الوسطية للإسلام ومفهومها، وبيجوا يتكلموا وبيقعدوا مع الطلايع وبيقعدوا مع الشباب ويتكلموا معاهم، وفي مناقشات موجودة، وده برنامج مستمر طوال العام ما بيننا وما بين الأزهر وما بين الأوقاف. في كمان تعاون ما بيننا وبين إخواتنا الأقباط، احنا اطلقنا مبادره وطن واحد نسيج واحد، ونزلوا زمايلنا من المديريه ادوا دورات تدريبيه للمراه داخل الكنائس، وحقيقي كان في اقبال شديد. دخلوا ولادنا من واخواتنا من الاقباط، نزلوا شاركوا في مراكز الشباب في الدورات اللي كانت بتتم. فده حضرتك بتعملي ترابط ما بين المجتمع، بتديله نوع من انواع الانتماء والولاء، زي ما حضرتك بتقولي كده، بفرغ عن الطاقه السلبيه، بعمل حاجه ايجابيه انا 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 عايزاها. بدي كمان افكار حقيقيه، افكار سليمه، انت بتواجهي الفكر بالفكر. طيب ايه دور المديريه في نشر الفكر الوسطي؟ ده زي ما قلت لحضرتك التعاون مع الاوقاف والازهر والاوقاف. في ندوات متعدده، زائد ان هم بيعملوا كمان كل شهر حضرتك، قالوا احنا عايزين، ده لسه البدايه الجديده، قالوا عايزين يوم نيجي لو في اي حد عنده تساؤلات، احنا جايين للتساؤلات فقط لا غير، مش جايين ان احنا نشرح جزئيه محدده، لا احنا هنرد على التساؤلات وهنبقى موجودين معاكم. ودي يمكن بدايه، يمكن احنا يعني من حوالي اسبوع كنا متفقين مع الازهر على الكلام ده. طيب برضو عايزين نعرف من حضرتك ايه هي خطة التطوير للملاعب والمراكز وكده؟ احنا خطة التطوير هي يا اما خطة الدولة، يا اما الخطة اللي هي الاستثمار داخل منشآت الشباب، والتي اطلقها وزير الشباب والرياضة، وكانت الفكرة من عنده ان ازاي ان انا استثمر المنشأ داخل مركز شباب. بمعنى وان انا عندي مركز شباب، عندي اماكن فاضيه داخل مركز الشباب، وان انا الدوله مش كل مركز شباب هي هتبنيه، او كل مكان هي هتبنيه، بالعكس انا عندي الارض موجوده. طب انا كدوله عايز انشئ اماكن جديده في قرى، في اماكن اشد احتياجا، طيب المكان اللي عنده الارض باخد موافقه فيه الوزاره على الطرح الاستثماري. معنى الطرح الاستثماري ان هيتعمل منشأ كامل رياضي لمده محدده، وهيكون عندنا عائد سنوي للمكان. العائد السنوي للمكان بيستفيد منه انشطه المكان، بتدعمي الانشطه، بتزوديها، بتعملي انشطه جديده، زائد ان المنشا ده هيرجع الى مركز الشباب بعد ما يخلص مده الانتفاع. فدي كانت فكرة معالي وزير الشباب والرياضة، وكنا اسكندرية احنا كنا رائدين فيها، طرحنا مركز شباب سموحة بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، ملاعب سكواش، حمام سباحة، مول تجاري، رفع كفاءة المركز بالكامل. يمكن دي كانت بالمزايدة العلني، بنظام المزايدة العلني، بالشفافية الكاملة، بحضور مجلس الدولة، بحضور المديرية المالية. يمكن دي اللي أكد عليها معالي الوزير، احنا عايزين في كل حاجة يبقى عندنا شفافية موجودة عندنا، الناس عارفة احنا بنعمل ايه، وعايزين نمشي في اطار قانوني صحيح. راسة المزايدة في مركز شباب سموحة 64 مليون جنيه وحوالي 800 ألف، زائد 941 ألف جنيه دخل بيدخل سنوي للمركز. ويمكن كان معالي وزير الشباب كان بيضع حجر الاساس، هو معالي محافظ اسكندرية دكتور عبد العزيز قنصوة، يوم الخميس اللي كان قبل العيد مباشرة، طرحنا في مركز شباب قرية، وده أول مركز شباب قرية يعني
يتعمل فيه حاجه اللي هي مركز شباب قريه ابيس 10، طرحنا حمام سباحه باجمالي 9 مليون جنيه و110 دخل سنوي برضو بنفس الاجراءات القانونيه السليمه. طرحنا في نادي السكه الحديد حمام سباحه برضو، يمكن انت هتلاقي اسكندريه متميزه شويه في حمامات السباحه، والطرح عليها كتير جدا في حمامات السباحه لان احنا شعب السكندري محب للسباحة، بيطلع منه أبطال على مستوى العالم، ويمكن احنا شفنا البطولات اللي حصل عليها ولادنا من سباحة الزعانف، فهتلاقينا متميزين شوية. فتحنا المجال بحمامات السباحة ان الناس بدل ما يبقى بيدخلوا الأندية فقط لاجئ، لا ده في مراكز شباب هتبقى الأسعار متفاوتة والأسعار معقولة. طيب كمان في حته بمناسبه مراكز الشباب، عايز حضرتك تكلميني، معلش قطعت حضرتك، بس عايز حضرتك تكلمني عن مراكز الشباب. احنا عارفين ان اسكندريه يا جماعه هي الوحيده اللي بتتمتع ب 76 مركز شباب، صح كده؟ 76 نادي شعبي، 76 نادي شعبي، 49 مركز شباب. عندنا عدد الانديه الشعبيه ما شاء الله كبير جدا. احنا المحافظه الوحيده اللي على مستوى الجمهوريه عندها انديه شعبيه. يعني ايه نادي شعبي؟ هو القانون لم يفرق بين النادي الكبير وبين النادي الشعبي، كلها انديه وكلها قانون الرياضه قانون واحد، يعني ما فرقش ما بين. والمديريه دمجت كل دول، هي المديريه تشرف على كل دول ماليا واداريا، ماليا وفنيا. قانون الرياضه ما فرقش ما بين نادي سبورتن وما بين مثلا نادي صغير زي نادي الاهلي السكندري، ده نادي مثلا جزء صغير. لكن لو جينا بصينا لنادي للانديه الكبرى هتلاقي حضرتك العضويات فيها اسعارها عاليه جدا، والانديه الصغيره العضويات فيها اسعار صغيره قليله. الانديه الصغيره بتتميز، اللي هي الانديه الشعبيه بتتميز بايه؟ بتتميز انها في مناطق شعبيه اكثر كثافه سكانيه، بيطلع منها ابطال، بيطلع منها طلع منها ابطال عالم، طلع منها ابطال جمهوريه، يعني هتلاقي فيها منها ابطال، بتحتوي المنطقه الشعبيه. يبقى انا مهمتنا ان احنا دمج الانديه الشعبيه مع الشباب والرياضه، مع مديريه الشباب والرياضه. يمكن احنا كنا بقالنا فتره بينا فاصل واحنا وهم، يعني بدانا نعمل دورات للانديه الشعبيه، مش دورات رياضيه فقط لا غير، لا ده دورات ثقافيه، دورات بننمي الانشطه الفنيه. بدانا نحط ايدينا مع الانديه الشعبيه وبدات تشتغل معانا، وبدات اول مره نخصص ملعب مفتوح للانديه الشعبيه وهو في ارض عزبه سكينه، تدخل عليه الانديه الشعبيه وتمارس النشاط كره القدم، ده مجانا للانديه الشعبيه. فانت حضرتك في ناس اشد احتياجا في اماكن كتير، الانديه الشعبيه هي دي المتنفس الوحيد بتاعهم. فده بالنسبه لنا ان بدانا نحط ايدينا في ايديهم وبدانا نشتغل معاهم. عملنا مسابقه ثقافيه كبيره جدا وكان فيها تنافس رائع، وطلع منهم شباب اكثر من رائعين يتنافسوا على المراكز الاولى والثانيه. في افكار كويسه جدا. الناس اللي موجوده داخل الاماكن الشعبيه هم مهمتنا ان احنا حتى لو نغير افكارهم، زي ما قلت لحضرتك الاول من الاول، ايه هتغيري الفكر ازاي؟ الفكر بالفكر، الفكر بالثقافه، الفكر بالرياضه. لازم حضرتك تدخلي جوه الاماكن دي هتلاقي تطلعي منها مواهب. يمكن احنا عملنا مسابقات فنيه وطلعنا مواهب من قرى في العمليه، اصوات رائعه واكثر من رائعه، تبناها موسيقيين في القاهره، طلعوا القاهره بعد المسابقه اللي احنا عملناها والاصوات، شاركوا معانا كمان شعراء مشهورين من القاهره. بدانا ننمي المواهب، اللي عنده موهبه بدا ينميها، بدانا نتبناها، فتحنا لهم اكتر من مجال. احنا مش مهمتنا رياضه فقط لا غير، احنا مهمتنا رياضه والثقافه والفن، احنا مهمتنا الانسان المتكامل. طيب لو حضرتك هتوجهي مش رساله، هقول لحضرتك لو عايزه تخاطب الشباب او تنصحيهم هتقولي لهم ايه؟ هقول له شارك، المجال مفتوح. انت دلوقتي حضرتك كشاب كل الدنيا مفتوحه، الدوله بتساعدك من اول القياده السياسيه، كل الناس بتدور عليك، كل الوزارات بتدور عليك، الدنيا مفتوحه ليك في كل المجال. انت مهمتك انك تنزل وتشارك، تنزل وتدور انت عايز ايه ونمي نفسك في المجال. احنا موجودين معاك واماكننا كلها مفتوحه ليك، يا ريت حضرتك تبقى موجود معاك. ومن هنا عايزه اقول لكل اللي في سني وكل اللي لسه مقبل على الحياه،
لو نزلت لعبت رياضة ده بيغير، مش هقولك من فكرك، من حياتك. لو عندك حاجات مشاكل نفسية أسرية اجتماعية ممكن تطلعها بالرياضة، لو طلعتها بالرياضة هتحس ان انت مش عندك ميول ان انت تدخل اكتئاب او غرفة مغلقة او ان انت تحبس نفسك، لا بالعكس هتلاقي نفسك جسمك شكله حلو، فتبقى مقبل على الحياة مش مكسوف مثلا من جسمك، هتلاقي فكرك دايما نشط مش كسلان، هتلاقي كل اللي حواليك بيستمدوا منك الطاقة الإيجابية فبيديك ثقة بنفسك أعلى. انزل العب رياضة، لو معكش فلوس أو إمكانياتك على قدك أنت تقدر تنزل تمشي تجري، وانت في البيت تعمل سويدي، ما تخليش أي حد يطلع يجرحكوا بكلام ممكن فيه حصل من زمايلنا الإعلاميين في الفترة الأخيرة، كانوا بيطلعوا يهاجموا الناس اللي عندها سمنة بس بطريقة قاسية شوية، ممكن ما يكونش قصدهم ان هم يجرحوك بس هم بيحفزوك، ما هو العلاج يا إما بالصدمة يا إما بالراحة كده وبشويش، فكل واحد ليه طريقة في النصيحة. أنا بقولك بمنتهى الهدوء انزل اجري العب عشان نفسك وعشان صحتك، بتهيألي ان هي هتغير حياتك، وانا بتكلم بناء عن تجربة شخصية مش هقول لكم اكتر من كده. جيت في سن معين 16 17 سنة كنت داخلة في، مش هقول في دور اكتئاب، زهق ملل، كنت بلعب رياضة على خفيف، الكابتن بتاعي اخدني وغير لي حياتي، خلاني انزل العب رياضة واثنين وثلاثة واجري، ده غير لي المود بتاعي، فانزل غير، شارك مع المبادرات، لما يبقى معاك في اسكندرية وكيل وزارة زي دكتورة صفاء، لما بيكون عندك وزير الشباب والرياضة زي دكتور صبحي، بتهيألي كل الناس دي بتديك سبورت وان هي بتديك دافع ان انت تنزل تشارك تجري تتعرف على ناس جديدة، والمهرجانات اللي حضرتك بتعمليها بتهيألي او الوزارة بتعملها بتهيألي ان ده كمان ممكن يجيب صداقة، يعني صداقات لو يعني حد عنده اللي هو الوحدة او ما عندوش صداقات ممكن ينزل ويتعرف على ناس جديدة عايزة تنزل تلعب رياضة هتشجعوا بعض. فانا بشكر حضرتك جدا، اشكرك، انا سعيدة جدا بلقائي مع حضرتك، وانا شخصيا هنزل اشارك مع حضرتك في يوم 6/9 ان شاء الله الساعة 8 الصبح ان شاء الله تنين. وبدعو كل اصدقائي كل الناس اللي بتتفرج علينا انزلوا تعالوا، هو مش 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 بس الشعب او الشعب السكندري، ده مهرجان على مستوى ايه الجمهورية، اي حد من القاهرة من بورسعيد من اسماعيلية من اي حد تقدر تنزل تشارك، تاخد الدراجة تنزل تاخد تشم هواء نقي تغير من حياتك، ويمكن دي تبقى بداية ان حياتك كلها تتغير. تعالوا بينا دلوقتي نرجع للاستوديو، استنينا. ورجعنا لكم تاني بعد ما استمتعنا بلقائنا مع دكتورة صفاء الشريف وهي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأسكندرية، وكلمتنا عن أهمية الندوات والدورات اللي بيتعملها الوزارة للشباب، وقد إيه الشباب دي بتستفاد من الدورات وبتتمتع وبتكون عندها طاقة إيجابية تقدر تكمل حياتها المهنية وحياتها الأسرية بنشاط. ودلوقتي معانا الفقرة الأخيرة وهي فقرة صحتك تهمنا، زي ما قلت لكم في بداية حلقتي الفقرة دي هنناقش كل حلقة يا مرض عضوي يا مرض نفسي اي حاجه تخص صحتك احنا هنتكلم فيها. ودلوقتي ارحب بدكتوره منور نادي محمد وهي اخصائي التغذيه العلاجيه. اهلا بيك، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام. دكتور، عايزين نعرف في البدايه كده عشان نعرف الناس، مرضى السكر علاجهم الوحيد هو دواء ولا ممكن يكون عنده لايف ستايل يحافظ على الثبات لحالته ما يبقاش في ضربات كتير؟ تمام، طبعا مش الاول والاخير بتاع مرضى السكر علاج خالص، ده لايف ستايل تشينجز او تغيير نظام ونمط الحياه هو الاساس بتاع مريض السكر حتى لو كان معتمد على الانسولين بذات نفسه. تمام. احنا عندنا نوعين من مرضى السكر، المعتمد على الاقراص والمعتمد على الانسولين في العلاج بتاعه. تمام. في بقى نوع جديد ظهر لطيف جدا اليومين دول خاصه في الشعب المصري، مقاومه الانسولين.
يعني ربنا خلق له انسولين وبيطلع بكميه كويسه ومش عارف يشتغل في جسمه، مش كافي يعني المعتمد على الاقراص مش ناقص كافي. مش ناقص في لا جسمه. مش ناقص يعني هو موجود بكم الكميه اللي المفروض هي دي الكميه الاساسيه بس جسمه ما بيستفادش منها، مش عارف بيها. يشتغل او مش عارف يعمل لها. دي سببها الرئيسي السمنه. السمنه يعني دايما ما شفتش عيان رفيع جه عنده المشكله دي، دايما عيانين سمان او تخان. العيانين الرفيعين المسجلين دول اللي عندهم حاجه اسمها ميتابوليك سيندروم بيبقى عندهم بقى تكيس في مبايض، الانسولين مش عارف يشتغل بقدر كافي، موجود بس مش عارف يشتغل كويس، دول هيجي لهم سكر ليتر اون يعني قدام. طيب الناس اللي عندها سمنه دي عشان بس المشاهدين يبقوا مستوعبين برضو اكتر معانا، فوق كام كيلو نقدر نقول عليه ده مريض سمنه؟ لا يفرق، احنا بنعمل الحسبه بتاعتنا مؤشر كتله الجسم، يعني بناخد الطول على الوزن على مربع الطول، يعني مثلا لو عيان 100 كيلو وطوله مثلا 160 هنقول 100 على 1.6 1.6 في 1.6 بيطلع لنا رقم. تمام، الرقم ده بنبتدي من 30 نقول احنا دخلنا في سمنه، ده الافريج بتاعها بالظبط من اول 30 بنبدا نقول دي سمنه. بيفرق كمان بقى في حاجه اسمها حساسيه الجسم، يعني عندي حاله مثلا هي في زياده الوزن مش في السمنه، وفي اول زياده الوزن كمان يعني البي ام اي بتاعها 25.2، احنا زياده الوزن بتبتدي من 25 ففي الاول خالص، لكن هي عندها قابليه لزياده السكر في الدم يعني هي تكون مريضه سكر بالظبط. الحاله دي بنعمل ايه؟ عندها تكيس مبايض، عندها الميتابوليك سندروم كما قال الكتاب. يعني الحاله دي حلها الاساسي بنمشي على دواء مادته الفعاله اسمها الميتفورمين بناخده، والحاجه الثانيه رياضه ودايت، ومش دايت معناها حرمان ابدا ابدا، انا ما بعملش ابدا حرمان للمريض. بتاكل كل حاجه بس كل حاجة. بمقدار بس حاجات اللي ما ترفعش السكر في الدم مش بس بخسسها، ودي نقطه مهمه قوي لمريض السكر. انا بدي المريض السكر ايه؟ مش يعني الناس كلها ما يقولي من عند مثلا دكتور البطنه، وانا دكتور البطنه اصلا، يقولي الدكتور منعنا من الرز والمكرونه والعيش. لا، هو مديله نظام تخسيس بالظبط. لا هو مش مديله نظام، هو منعه، هو منعه ده كل اللي انت عايزه ما عدا الرز والمكرونه والعيش ما تجيش جنبها. النشويات بقى والحاجات دي ما تجيش جنبها. ازاي امنع النشويات؟ ودي المين فاول بتاعت الجسم، ده الوقود الاساسي اللي الجسم بيشتغل بيه. العيان ده هيجي له هزال، هيقع مني. ما ينفعش امنع حاجه، لكن دايما بفهم العيان اقول له انت هتاخد حاجه ما بترفعش مستوى السكر في الدم. طب نفسه في حاجه زي المانجا مثلا عشان احنا في الموسم بتاعها والبلح. تمام. وده بيرفع السكر جامد جدا في الدم، العيان ده اعمل معاه ايه؟ يقدر ياكل منها؟ يقدر، بس الكميه قليله. اول حاجه يكون بياخد الدواء في ميعاده، لو هو فعلا خلاص مريض سكر ومش نافع معاه ان انا اعمل له رياضه واقول له هنرجع في سكر، بنمشي بالرياضه بتحفز لي الانسولين في الجسم وبتفتح لي الريسبتورز بتاعته اللي هي الانزيمات بتاعته اللي بتشتغل بيه، لكن بياخد باله، اقول له مثلا خد نص منجيه او منجيه صغيره واكسرها بعدها بحاجه، حاجه زي ايه؟ يا اما شاي اخضر يا اما كوبايه لبن، دي بتكسر السكر بتاعه في الدم. فما يعليش لو انا هيرفع لي السكر 20 درجه، لا ده هيرفعه لي 5 درجات فقط. ده ملوش علاقه بالدايت خالص عشان الناس برضو ما يختلطش عليها الامر. في مرضى ده رفيعين. مرضى السكر، في مرضى سكر رفيعين مش محتاجين يعملوا دايت، لكن هنا الدايت معناه ان انا بحدد له نظام اكل مخصوص ليه ما يتخنش، مش ما يتخنش وبس وما يرفعليش السكر في الدم. ما هو انا اكم من عيانين بيجوا رفيعين وتمام وحلل سكر الاقي 300 و600 وارقام فظيعه بالظبط، ملوش علاقه بالوزن لا خالص. ده بقى في الوقت ده ملوش علاقه، ده ليه علاقه انت اكلت ايه. طب هيقولي انا خدت بالي من اكلي، طب محتاجين نزود المشي شويه، في حاجه انت بتعملها غلط في حياتك. فعلا ما بتظبط اللايف ستايل بتاع حياتهم العيان بيستجيب كويس جدا. واكم من حالات حللنا لها السكر لاول مره وما اديناهاش دواء، رجعناها يعني لحد دلوقتي بفضل الله، مش انا بس وزمايلي، في ناس كتير ماشيين بحالات متثبته من غير دواء. بناخد الميتفورمين، بتغيروا اللايف ستايل بس تنزلوه يلعب رياضه، يمشي المشي لمرضى يعمل السكر لايف ستايل في اكل معين، اكل هيلثي لكن ما ياخدش دواء، ما يبقاش اللي هو زي المعتاد ماشي بالانسولين. الا اللي عنده اللي لازم ياخد انسولين، اللي هو مخلوق او جاله الانسولين بالظبط، ما بقاش يطلع بالكميه المعتاده، فانا هضطر اديله من بره. ده عيان بقى خلاص، لكن ده باخد بالي بقى من اكله، بحسب له كميه الانسولين بتدخل في جسمه قد ايه، وبناخد قدامها نشويات قد ايه واكل قد ايه. لكن العيان اللي معتمد على الاقراص او لسه مكتشف حديثا، ده ينفع ما ياخدش، يغير نظام حياته ومش هياخد دواء سكر. انا بقول له خايف ان انت لو بوظت هتاخد دواء السكر، ما بوظتش بقول لهم يمشوا ساعه كل يوم، الساعه دي بتزود الريسبتور اللي بتستقبلها الانسولين بيتفرز في جسمه وعايز يمشي الساعه دي في اي وقت، اي وقت صباحا مساء في اي وقت، اي وقت دي كانك خدتي قرصين ميتفورمين سبحان الله. ده طبيعي لكل مرضى السكر،
وحتى بنتبعه مع مريض السكري بياخد انسولين، اما بديله عايزه اخفف جرعه الانسولين بتاعته بياخد مثلا 100 وحده على مدار اليوم، اقول له امشي ساعه كل يوم نعمل النظام العلاجي، بنبدا ننزل ل 50 وحده في اليوم. يعني انا اقدر اخد من جرعه الدواء بان انا اعوضها بالرياضه؟ اه حتى لمريض السكر اللي هو ماشي بالانسولين. القصه ايه؟ انا باكل بدخل جلوكوز للجسم وعندي انسولين سواء الجسم فرزه او انا باخده حقن، انا عايزه الاثنين يتقابلوا في نقطه ويشتغلوا مع بعض. تمام، عايزه ازود الريسبتور بالظبط، وعايزه مش اعلي نسبه السكر قوي عشان ما يحتاجش نسبه انسولين. انا عايزه الاثنين يبقوا قد بعض. فاللي بيحصل ان انا بظبط له الاكل بتاعه وبخلي الانسولين ده يشبك فيه وده شغل الدواء، وفي الوقت الثاني اخليهم يشتغلوا. خلاص انت خدت الاثنين شبكوا بعض، عايزه اشغل الانسولين امشي. طيب انا اقدر ان انا استبدل السكر بالعسل؟ يعني في ناس كتير تقول لك انا يعني بيرفع السكر، بيرفع برضو مستوى السكر في الدم، بس مريض نفسه في عسل ما ادهوش، لا اديله، هقول له خد جنبه نص رغيف سمن، الرده بتكسر العسل، بس العسل بيتقاس بالمعلقه الكبيره مش زي ما احنا بنصب كده ونعيش حياتنا، ليه مقدار معين. اه معلقه، وياخد جنبه حاجه فيها رده عاليه فياخد على السمن يكسر السكر بالزبط. فالسكر ما يعلاش قوي، لكن العسل بيزود السكر. اه طبعا العسل، المانجا، البلح، الدقيق الابيض، يعني دايما اقول للعيان كل عايز سن كل عيش بلدي اللي هو بتاع البطاقه المدعم، وما تاكلش فينو، ما تاكلش بقسماط ساده، خد بقسماط بالرده، ما تاكلش كحك، الحاجات دي كلها بترفع السكر جامد جدا حتى لو مقدار صغير. طب نفسي فيها جينا في عيد صغير او حاجه، خد واحده كحك اللي انت نفسك فيها وجنبها كوبايه قهوه خضراء او كوبايه قهوه عاديه او كوبايه شاي اخضر، هيكسرها. لازم يكسر، لازم يكسر السكر. حتى في الناس الحمد لله اللي ما عندهمش سكر زينا، اقول لهم دايما عشان ما تسرحوش في الاكل او في الحاجات المسكره، خدوا جنبها حاجه مره، نفسكم في تمر خدوا 3 4 وحدات وجنبها فنجان قهوه ساده، هيكسر السكر ومش هتاكل كتير. نفسك في بسبوسه وبالقشطه كمان كليها، ما عنديش مشكله، مكعب صغير. صح، لان الحاجات المسكره بتفتح الشهيه، يعني عشان برضه الناس هي تبقى عارفه بتفتح الشهيه ليه. واصعب حاجه ان الواحد يصحى من النوم، لان في ناس بتعمل كده وانا منهم على فكره، بصحى من النوم اكل لازم اكل حاجه مسكره، دي بتفضل فاتحه شهيتي طول اليوم. هتكوني اكلتي بالليل حاجه مسكره، هتكوني ختمتي يومك بحاجه مسكره، عشان دي الخدعه اللي بنعملها مع الاطفال اللي عندهم نحافه. اقول لهم تاكليه قبل ما ينام. هو انا مش المفروض اكله مسكر عشان الهرمون النمو لكن اللي بيحصل ان انا ممكن اديله معلقه عسل على كوبايه زبادي عشان يصحى الصبح نفسه في حاجه مسكره بالظبط، فيطلب منك انه ياكل حاجه مسكره بالظبط. ليه؟ السكر بيزود افراز الانسولين في الجسم، فبيخرج الانسولين، طب عايز اكله قدامه فبياكل. مريض السكر او اللي عنده مقاومه السكر بياكل والاكل والانسولين ما بيتحرقش، يبقى عنده مشكله. تمام، هي القصه ان انا الانسولين اللي بيتفرز ده اوظفه ازاي جوه الجسم كويس. ناخد بالنا من الاكل اللي سكره عالي، ده ما يتاخدش لوحده، نفسك فيه ما فيش مشكله، كميه قليله، ناخد جنبها حاجه تكسره، حاجه اللي تكسره اشهرهم وموجوده في كل البيوت اللبن والزبادي وحاجه فيها رده. تمام، نبعد عن الحاجات اللي عاليه سريعه الحرق وعاليه السكر وبترفع السكر في الدم زي الدقيق الابيض والمكرونات من الدقيق الابيض على فكره، عشان الناس دايما بتتلخبط المكرونه بالدقيق الابيض، ممكن اكل رز ممكن تاكلي رز. صديقنا اللي على الدوام طبق السلطه الخضراء يتاخد من 3 لـ5 مرات في اليوم. الفاكهه بالوانها الفاقعه، يعني التفاح نجيبه احمر احمر، البرتقال ما تجيبيش الحته ده انت بتاخدي الفايده الكامله، ابعدوا عن الفاكهه بتاعه الصيف شويه، المانجا، العنب، البلح، تاخدي مقدار قليل. المشي ساعه كل يوم، زياده الميه من 3 لـ4 لتر، يعني بنتكلم من 9 لـ12 كوبايه في اليوم على الاقل، على الاقل بتقلل جدا 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 مستوى السكر في الدم. باختصار مريض السكر دلوقتي ما بقاش بيعاني زي من سنين كتير فاتت، ما كانش عندنا الثقافه ان احنا نيجي نقول لا انا ممكن اقلل لك جرعه العلاج بس هغير لك شويه اللايف ستايل، ما كانش في دكاتره او منتشرين، يمكن كمان عشان السوشيال دلوقتي والمجتمع بقى منفتح اكتر فالناس بدات تسمع من الدكاتره اكتر. صح، احنا ممكن كان موجود من زمان بس الناس ما بتسمعش، يعني هم دلوقتي بدل ما يروح مثلا عياده او مستشفى بيفتح التلفزيون بيسمع من دكتوره مثلا منار، واحد عنده من اولاده عنده سكر بيستفاد، ممكن يغير له حياته كلها، نظام الحياه كله بيتغير ويعيش حياه افضل، ما يبقاش حاسس ان هو عيان طول الوقت. كل حاجه، يعني الاكل الهيلثي ده مش لمرضى السكر بس، لينا احنا كمان، يعني هتلاقي بشرتك فيها نضاره، بتنامي في مواعيد كويسه، الهرمونات بتاعت جسمك بتتظبط، ممكن تعملي حاجات بسيطه تلاقي حياتك كلها اتغيرت للاحسن. الهزال والوخم اللي الناس كلها بتشتكي منه، لو ظبطنا بس اكلنا ومواعيد نومنا ومشينا، يعني مش هقول رياضه يا جماعه، هقول اللي عنده مشوار عايز يروح يجيب حاجه من السوبر ماركت بلاش العربيه وانزل عليك بالظبط كده امشي. طيب بشكر حضرتك جدا يا دكتور، المشاهدين استفادوا من حضرتك جدا،
مش شرط زي ما بقولك تروح عيادة، تروح لدكتور، انك تكلم دكتور في تليفون، انت ممكن من خلال تلفزيون تفتح، تتثقف، تتعلم، تسمع موضوع عفوا سياسي، اجتماعي، صحي، هنستفاد كلنا. شكرا جدا يا دكتور نورتيني. انتظروني الأسبوع القادم يوم الخميس الساعة 12 في حلقة أحلى كلام على أحلى دولة في الدنيا.